أسعد الله صباحكم ومساءكم أينما كنتم. معكم إبراهيم إدريس عبر سلام ميديا ونافذة آدال. نصطحبكم في هذا الفاصل مع الأستاذ إبراهيم محمود صالح قدم في رحلة من ملامح الذاكرة الإريترية، الزمان والمكان وما بينهما. في الفاصل السابق كنا قد تحدثنا عن رحلة الأستاذ إبراهيم من كرن إلى أسمرة، ومن المرحلة الوسطى إلى المرحلة الثانوية، وبعد تخرجه قرر الأستاذ إبراهيم الذهاب إلى السودان، ومن ثم إلى دولة جمهورية مصر العربية لمواصلة دراسته. أستاذ إبراهيم، في هذه الرحلة نود منك أن تصحبنا إلى المرحلة التي وصلت فيها السودان، والواقع السياسي ومحيطه وأثره، ورحلتكم اللي هي رحلة التاريخ في كثير من قيادات الحركة الوطنية الإريترية في الكفاح المسلح. إذا ذكرنا أسماء مثل عبد الله إدريس، رمضان حمد نور، عمر بادوري، وإلخ من الأسماء، أنتم توجهتم الآن صوب مصر عبر السودان. هل حدثنا عن هذه المرحلة، وأين وصلت فيها في التحصيل الأكاديمي والسياسي والنقابي؟ شكرا. أنا كما أسلفت في 64، بعد ما الاتجاه يتحول من الجنوب إلى الغرب. الجنوب معناها أديس أبابا. أيوة، والغرب إلى السودان. يوم 25 مايو أخذت الأتوبيس بتاعت حج حسن لغاية تسني، وأهلي بيعرفوا طبعا قاعد أمشي عشان أخوي حيستناني هناك في بارنتو، لكن من زملائي ما كلمت واحد إلا زميلي، وكان هو في السنة وراي في بوينت فور، ومن أبناء كرن، اسمه أبراهام عقبة. أبراهام قلت له أنا خيدر له، ودعني في المحطة هو. لماذا أبراهام دون كل الأسماء؟ لأن أولا الزميل الأولاني اللي أصلا اسمه عمر نبراي ما كان موجود في اسمه، البقية ما تكلمهم، يعني ما تخاف أنه ممكن يكون في اسمه، يعني أنه ماشي سودان. فخمسة وعشرين حج حسن ابن عمي استناني في بارنتو الله يرحمه، اداني شوية فلوس اللي لماها، وكان زوج أختي من حقات وراني راجل ركب من حقات، قال لي شايف الراجل ذاك؟ أيوه. خلاص لما ينزل تنزل معاه، هو حي دليلك هو حي. نزلنا تسني، مشينا لقهوة ومطعم، وبعد في حوالي المغربية نزلنا للقاش، خلاص قاعدين نطلع من تسني، وبالقاش ماشيين ما أعرف يمكن ساعتين ثلاثة، المهم وصلنا قرية سعد الدين اسمها في السودان في الحدودية دلوقتي. خلاص وفي ما في أي مركبات هنا، لا حمير لا حصين؟ لا ده ما كان، برجل مشي برجل. في سعد الدين لقينا لوري واقف وجنبه بروش، خلاص قال له حننوم هنا، والصباح اللوري ده حنركب فيه لغاية كسلة. اللوري ده حوالي 5 ولا 4:30 يقوم يتحرك يمشي الحلال اللي حوالين المنطقة، اللي عنده غنماية اللي عاوز يركبها، اللي عنده حمار. الجغرافيا هنا غريبة بالنسبة لك. أيوة، ده طبعا أول مرة أطلع من إريتريا، يعني أنا آخر ما بعرفه من الاتجاه ده كان
حقات دل كل مرة أمشي للمزرعة والاسمية. ومرة واحدة مشيت ليلة واحدة وصلنا الساعة 5 زواج ابن عمي من أختي لعثمان أدحنة في أوردات، فمشيت مع العرس من كرن، هم جوا من قندع وأنا سنيتهم في كرن. كرن أدم قدوف عمل لهم غدا استقبلهم، ومنه مشينا لأوردات. بعرف أوردات في بالليل يعني. طيب دلوقتي دخلت أنت كسلة؟ أيوة، حسها من اللوري ده يلف على الحلال يأخذ منها كله اسماعيل. المهم وصلنا كسلة الساعة 8 كنا في كسلة. مساء؟ لا صباحا. صباحا صباحا يعني. صباحا. والراجل أقرب قهوة للشارع يمكن معروف هو في كسلة اللي فيه المحلات والدكاكين والاسمية، وفي قهوة اسمها قهوة السمارة هنا. مشي قعدنا في قهوة السمارة. كسلة معروفة هي مدينة الثورة الإريترية في السودان. أيوة هنا، بس أنا ما بعرف حد. أوكي. ولابس جلابية، قالوا لي ما تلبس بنطلون، وعندي الشهادة بتاعتي وبنطلون وقميص. شهادة البوينت فور. أيوة. أيوة. وقميص وبنطلون وجلابية تانية. أيوة. في الشنطة قرايه دي. أيوة. الشنطة الصغيرة دي. طيب في كسلة مين قالوا لك تقابل مين؟ ما في حد. أنا الراجل ده بس اللي قالوا له عليه بتاع اللي جاء من حقات. وداني في قهوة السمارة. أيوة. طلب لي شاهي، طلب لي سمير، بس ما عندي النفس ذات عشان أكل. بعدين وداني لمطعم يعني لسه ما داخل في ودانك. أيوة. مشحون بالفراق لإريتريا. الساعة 12 قال لي خلاص حنصح نمشي الموقف بتاع القدارف متوجهين. أيوة. أيوة. ركبت أنا ما شفت حد، مع أنه في كسلة لو بس طلعت في مشيت من القهوة دي تحركت كنت حلقة كتار من ناس اللي بعرفهم. أيوة اللي بيعرفوني. طيب توجهت للقدارف. القدارف وصلنا الساعة 9 مساء. أيوة. في القدارف الراجل ده اللي جابنا من حقات. أيوة. فضل في كسلة. أيوة. هو سلمنا لواحد ماشي القدارف. جميل. اللي جناء قدارف مثل كنسو معناها الإريتريين يعني. أيوة إريتريين. أيوة. أيوة. وهو برضو من حقات الراجل من اللي قابلناه ذاك. مشينا في نزلنا، بعدين مشى هو أخوه عنده في ديما النور اسمه علي محمد همد. شغال في التلغراف السوداني. أيوة. كسوداني علي. أيوة. محمد همد. مشينا بيته. قدارف مدينة فيها إريتريين وفيها إريتريين كتار وفيها ناس مواطنين. أيوة. يعني. أيوة. في القدارف. في ديمن هو بيته في ديمن نور وبيتة ورحبوا بي كويس. الصباح قالوا له الشارع ده بس لو مسكت حتلقى طبالي وقهاوي هناك. أيوة. شوف فسأل وأرجع. مشيت زي ما قلت لك ما بعرف حد. أول ما مشيت الأكشاك دي والطبال لقيت موسى آدم. موسى آدم زميلنا اللي في حصة في الدنمارك. أيوة. ولقيت الله يرحمه محمد ريس فرج. محمد ريس فرج. أيوة. القاهرة كلها دي. أيوة. ديل هناك جايين من كرن. أيوة. وهم ذاتهم ماشيين مصر عاوزين. فرحلة الشتاء والصيف هي للقاهرة. أيوة. فخلاص أنا لقيت ناس اللي بعرفهم. أنا بمشي بطلع الصباح يفطروني فول ويقدوني البيت ذاك تعالي أمشي عشان أنوم يعني. أوكي. بعد أسبوع علي قطع لي تذكرة وركبني باص. الوجه وين؟ الخرطوم. الخرطوم دلوقت. وفي الباص لقى واحدة إريترية. أيوة. من المرتفعات هي. أيوة. علي خمير لغاه وسلامات واسمه خلاص قال له زحوي ومساخو سديو.
أخوي وشيليه معك. أيوة. مشينا الباص كان يوقف في مدينة خرطوم، لا لا وقف في كله ده. أيوة. الطريق كان طبعا طريق بتاعت تمشي رفاعة، تقطع من الطريق بدل ما تمشي الكاملين واسمه. أيوة. تمشي رفاعة، من رفاعة بمدوم بان واسمه. أيوة. تخش ببحري، تخش بفوق. أيوة ببحري تخش. أيوة. والموقف كان في الخرطوم ثلاثة جنب البوليس بتاعة اسمه، الباص وقف هناك. والمرأة أخذتنا معاها، أخذتنا هي في الحلة الجديدة ساكنة، حلة جديدة أخذتنا هناك وبيتها. أيوة. اليوم الثاني أنا قلت لها أستاذ إبراهيم معلش، هنا هل كان واضح ليك ماشي هتقابل مين في الخرطوم؟ لا لسه يعني لسه، هو أنا ماشي زي العميان. أيوة. كنت تنزله وبعدين هو يفتش، فأنا المرة دي قلت لها أنا عاوز قهوة اللي يقعد فيها الإريتريين. أيوة. خلاص قالت لي قول قهوة علي السيد، قهوة علي السيد الكوبان وسط اسمه. البلد. أيوة. في وسط البلد جنب الوقت. قالت لي في باص يمشي جنب السوق الشعبي. أيوة. أيوة. يعني بعد السوق العربي شارع اللي فيه أنت بتتكلم عن منطقة أنا تربيت فيها. أوكي. ففي علي السيد دي قعدت ما لقيت حد. أيوة. رجعت نمت. اليوم الثاني مشيت قعدت هنا طلبت شاهي، لقيت اثنين يتكلموا تقري تقري. خلاص قلت انا حاسه قربت. ايوه. سلمت عليهم وكده وقلت لهم يا اخي انا في ابن اختي هنا اسمه عمر راقي، لعلي راقي ده ابن عمه هو. ايوه. قالوا لي نعرف عمر لكن ما نعرف بيته. هم شغالين في بحري طباخين هم. أيوة. وهو نفسه طباخ، هو بتاعت واحد طيار انجليزي. أيوة. كان طباخ معاه في مسوع. أيوة. فأنا ووالدتي كنا مشينا له مسوع. أيوة. أنه متزوج بنت بلاتة سفاف وهي تعتبر أختي وهو ابن أختي. أيوة. قالوا له نعرفه لكن حس اللي يعرفه أكثر هو إدريس عمر عمران. ايوه. من اولاد كرن اللي كان في ودوني لإدريس عمر عمران في السجانه في البيت الابيض، بيت الابيض ده بتاعه الجبهجيين. ايوه. خلاص ادريس قاعد يتكلم على 64. ايوه ادريس يعرف الاهل. اخوه لادم قدوف. اخوه لادم قدوف اسمه ايه، مع انه اخوه الاسم استاذي هو عثمان عمر عمران. ايوه. وخلاص انا لقيت ناس ادوني سرير، قالوا لي السرير ده حقك وسنوم فيه. من طلعت منهم خمسة دقائق مشيت السوق بتاع السجانة لقيت ابراهيم علي عمر خليل شغال مع واحد سوداني اسمه محمود المهدي. أيوة. عنده دكان بتاعت مراتب اسمه. أيوة. خلاص انا حاسه معناها تحررت كمان يعني عرفت اسمي. يوم الجمعه امشي مع خليل ابراهيم يبري، لانه اخته زوجة جعفر محمد تسفت ادروسيا هنا كان في بري في الاشلاك. في الاشلاك كان في الاشلاك. ايوه. فيوم الجمعه مع ابراهيم امشي هناك. ايوه. ووقتها جعفر لسه ما طلع من الجيش، كان في الجهاز الصحي في ام درمان، كان عنده مستشفى العسكري. ايوه. وبالطريقه دي ادريس عمر عمران لقى لي ابني اختي ده عمر راقي. ايوه. فعمر راقي ساكن في مع الايطالي مع الانجليزي ده الطيار في الحي اللي فيه الجامعه. ده جنب النيل. جنب النيل. ايوه. بس شارع اللي شارع القصر الجامع. أيوة. ايوه. لا القصر تقطعه وانت ماشي بحري. ايوه. هنا في جامعه الخرطوم جنبها
هناك في بيوت المدرسين، في بيوت أيوة المعلمين، المعلمين و... أنا من الأسماء اللي أتذكر كان في بيت بابكر كرار، واحد بعدين في ثورة أكتوبر بقى من الوزراء ولا من الأسمين. أيوة. طيب أنا معلش هربطك عشان أضبط الحوار. الجبهة التحرير الإريترية أيوة حجيلهم دين أيوة حجيل حجيلك البيت الأبيض ده بيت بتاع جبهة هو أيوة. وكل مناقشاتهم اسميه هي وأنا ديف طبعا وكأنه ما أعرف حاجة وفيهم حركيين كمان. الحركيين لما نقول معناها حركة التحرير، حركة التحرير الإريترية. أيوة. واحد منهم كان أخوها لزوجة المناهد العمر حاج إدريس. عمر حاج إدريس. أيوة. وبالشكل ده يعني أنا في البيت ده البيت بقى بعيد لأنه ما فيه ريترين ولا حاجة. فابن أختي ده دور لبيت في الخرطوم ثلاثة مع ثلاثة واحد عزابة. أيوة إيتري. واحد سواق واحد أيوة. كهربائي والواحد نقاش. هناك جابوا لي سرير معاه. معلش عايز أوقف هنا، عايز ملامح عشان أيوة. المشاهد برضو يتابع معنا في الفكرة دي، أنه الإريتريين متواجدين في كسلة، متواجدين في القضارف، متواجدين في الخرطوم، في وموجودين في مناشط كثيرة جدا أيوة. كعمال وكمهنيين أيوة. ويعني في حاضنة اجتماعية أيوة. موجودة للسبب أيوة. بس دي إشارة أيوة. عشان الناس يعرف أيوة. العلاقات والنسيج الاجتماعي اللي كان موجود جدا. هو هنا وأنا موجود في البيت ده جاء أكتوبر، جت ثورة أكتوبر 1934 أيوة. أكتوبر 21 نحن بقينا هسه قبل أكتوبر أيوة. قبل أكتوبر أنا مش قلت لك شفت موسى آدم ومحمد أيوة. إدريس زملائك أيوة. هو ديل الطلبة اللي كانوا في القضارف مشوا بور سودان أيوة. وفي دفعة من الطلبة الحركة كانت جابتهم اللي هم ناس حروي وعبد القادر أحمدي وأحمد عنتورة ومحمد حروي قاعد تقول حروي محمد حروي حروي محمد حروي أيوة. وناس صالح صبري وحميدو دي معظمهم حركة كلهم حركة معظمهم أنا بتذكرهم كحركة في أيوة حركة ما حركة هم أيوة. كلهم حركة أيوة. للآخر كمان أوكي كم عددهم كلهم يعني قريبة 30 واحد هم فيهم ولد إنكيل قرى مريم وقلت إنكيل أبرها وفيهم تخلاي من تشيبيو وفيهم يعبيو ولد مريم يعبيو اللي درس زراعة أيوة وبعدين هسه عنده PhD في أمريكا أيوة. أستاذ في جامعة أيوة. وياسي هنس موجود في إريتريا مسؤول أيوة. زراعي في كان في عنسبة بعدين كان في عنسبة أيوة هسه في أسمرة سمعته أيوة. ديل كان محاولة عمله من بور سودان لغاية حلايب واتمسكوا اتمسكوا في حلايب في حلايب المصريين مسكوهم رجعوهم مشوا بالقطر ولا مشوا بال... لا لا باللواري مشوا لغاية حلايب أيوه. وهناك لما مسكوهم رجعوهم المصريين أيوة المصريين فهم خلاص المحاولة دي فشلت وهم في السميدي جت ثورة أكتوبر أيوة والناس بدل ما كانت خايفة كإريتريين وتستخبى وتعمل بقت انفتحت موقف ثورة أكتوبر كيف كانت تجاه الثورة الإريترية؟ كان كويس جدا بمعنى أنه الشروط اللي كانت مفروضة عليهم والخوف من حكومة إبراهيم عبود اللي أيوة. تعتقل الناس وترجعهم دي انتهت أيوة. وفي نشاطات سياسية ومن استفدت منها على رأسها استفدت منها أيوة على رأسها أنه في جمعية مناصرة الشعب الإريتري والثورة أيوة. الإريترية أيوة. الثورة الإريترية بشكل عام ناس مرقني النسري والمحامي ومين أيوة. أبو القاسم كان موجود فيها أبو القاسم حاج حمد ما بعرف أنا ما تعرفه أوكي. الوقت ده أيوة. من الإريتريين كانوا ناس سويرة سويرة طبعا أيوة. الأساس هو أيوة. ذات العامل اللي يربط بين ده كله هو أحمد أيوة. سويرة أيوة. بعد ثورة أكتوبر أدتنا الفرصة الجماعة ديل بتاعت حركة التحرير اللي كان في بورسودان جابوهم لخرطوم أوكي
وفي الخرطوم عملوا، كان في سفير صومالي اسمه، هو من أبناء شمال الصومال الغربي، لا لا الصومال دولة، لكن الدولة هو من محمد علي عوري اسمه، محمد علي عوري عوري, عوري ولا عوري. ده أول واحد أدى الشباسي أو وثيقة السفر، وثيقة السفر للإريتريين. أيوة. أنا هنا ناس إسماعيل، ناس سياسيين عقدة قيادات الحركة، أيوة بقيت منهم. أيوة. وطلعوا له جواز، جواز سفر زي ال أيوة لا شباسي ده الوثيقة بتاع السفر. أيوة. عشان نمشي مصر ما نمشي بالطريق الأربعين زي ما الناس الثانية، لكن أيوة. نمشي بالقطر الحلفة القديمة ومن حلفة لغاية أسوان وهكذا. معلش أنا وأنت ممكن نعرف طريق الأربعين، طريق الأربعين بالنسبة للناس دي، طريق الأربعين هو طريق تمشي بالرجل يعني، بالرجل الجمال والإسماعيل اللي تمشي. دي القصة بتاعت الإريتريين، كانوا طلاب كتار، كانوا كتار أيوة. أيوة اللي قبلنا ديل كلهم ما كان ده الطريق بتاعتهم، مشوا برجلهم أيوة، يمشوا لغاية كم يوم؟ لغاية حلفة أولا، لغاية حلفة. أيوة. بالقطر. أيوة. من حلفة ينزلوا، الرحلة ممكن مرات تأخذ منهم شهر. أيوة. ممكن تأخذ أقل. أيوة. لغاية ما يوصل أسوان، ومن أسوان للقاهرة. الفترة دي كان بداية السد العالي تبني، بعدين هو هيجي السد العالي. أيوة. 65 66. أيوة هي. أيوة. بدايات أنه كان حلفة القديمة الراحلة ما كانت موجودة. أيوة بدأت تغرق. أيوة نحنا لما جينا حلفة ما كان فيها سكان، كان هناك مشوا لحلفة الجديدة. أيوة. الجديدة. أيوة. فمع ديل ونحنا في الفترة دي جل قيادات الحركة كلها جت الخرطوم. أيوة. من محمد صالح محمود الله يرحمه، محمد سعيد ناوي محمد صالح محمد ولا حمد. لا محمود صالح محمود الصحفي، الصحفي اللي كان في أسمرة. أيوة. أيوة وكان. أيوة. بعدين في في القاهرة في الدقي، في الدقي. أيوة. في الدقي. أيوة. شارع محمد خلف. أيوة ديل كلهم جو، وكان في اجتماعات. أيوة. وأنا من ضمن الناس حركي، استوعبوك الحركة أنت. أيوة خلاص بقيت. أيوة. حركي طبعا. أيوة. واسمه في الاجتماع واحد من المنادلين اللي بعدين التحق بالجبهة واستشهد، محمد شرفنطح يسموه. أيوة. لقب بتاعته شرفنطح. أيوة. ده قام وقال شتم في الجبهة، وأن ديل قتلة وديل متمردين وديل شنو وديل شنو. على أي أساس؟ ما الحركة كانت صدرت بيان وموجود في كتاب طاهر فداب. أيوة. البيان. أيوة. اللي يوصف فيه الجبهة بأنه هي ما اسمه وطني يعني، ما تنظيم وطني. أيوة. فأنا لما سمعت ده زملاء اللي بعرفهم هم موجودين في الجبهة، شكيني وغيره واسمه، فقلت إيش ديل مطلع عشان إريتريا وديل يقول عليهم كده. فأنا قلت يا أخي اللي قاعد يقوله الأخ شرفنطح ما صح، نحن مختلفين سياسيا لكن كلنا هدفنا واحد، تحرير إريتريا، كيف نقول الكلام عليهم كده. فتاني ما رد، ولد أب رد، قال ولد أب ولد مريم، قال لي نشتيخة ودي قنع عقل اللوكا حقها كلنا حادي من قدنا. واسمه ممكن نترجم الكلام ده؟ بالعربي. انه بيقول لي انه انت مع انك صغير تكلمت كلام كويس وده صح، انه نحن كلنا واحد يعني. ما كلام كويس، كلام حكيم. المهم يعني العادة ترجمة. ايوه اذا كان نص ونص والداب يعني. يعني دي في الفترة دي نفسها الجماعة انساء من نصرة الثورة الإريترية. ايوه عملوا دعوا للقاء عشان يصالحوا بين الحركة والجبهة. أيوة. وعمل اللقاء ده في المعهد العالي الفني، في موجود في ظنه في الديوم، لكن في الحلة الجديدة ونهاية. أيوة. الحلة الجديدة. أيوة. منه بعدين منطقة صناعية هي. أيوة. في ده كل الناس جت ونحن جينا كحركيين، وبعد شوية ذاته ما بدأ الكلام والاسمية دي، لكن بدأوا يحضروا ويقولوا كلام أنه الناس
لازم توحدوا الاسمية بتاعكم وكذا، ناس مرقان النسري واسمية، وما أشوف لك إلا الكراسي تطير في بعض شكلها. دي أول لحظة في حياتك تشوف فيها؟ أيوة أول لحظة، أن الناس كده بهذا الاسمية تعمل والحدية. أيوة، وتفرتك الاجتماع، كان في زيه معرض ولا حاجة في جامعة الخرطوم، ومن الناس اللي كانوا من الجبهة ومن الصالحية اللي كان أصلا حركة وبعدين بقى جبهة يعني. وفي الحالة دي نحن جت ثورة أكتوبر. أوكي. جت ثورة أكتوبر، نحن زي ما أقول لك المحاولات دي كانت فيها يعني القيادة تجيب واسمه. يا ريتنا لو تورينا ملامح. أيوة. من على العلاقة بين السودانيين والإريتريين في المرحلة. هو قبلها طبعا. أو الجانب الإيجابي. قبلها كان زي ما ذكرت أنا إبراهيم عبود كان ود من قيادات أو من كوادر الحركة، كان أخذ ناس من خرطوم ومن كسر أوداهم ليت السنية سلموهم يعني. فالخوف كان منتهي، وفي نفس الوقت يعني التنظيمات السياسية السودانية كان في نوع من الاسمية التعاطف مع الثورة الإريترية. كمثال ممكن تذكر لنا بعض الأحزاب السياسية؟ لا، نحن كنا بنجي للندوات اللي هم يعملوها. أيوة. ونستمع، وممكن تقدر تقول نتعلم يعني كلنا. أيوة. وأنا وزميلي خليفة عبد القادر الدسوقي يوميا موجودين في المحطة الوسطى. خليفة كان من ضمن المجموعة اللي جات معنا. أيوة. أيوة. جينا مع حروري. بعض. أيوة. أيوة. لا ما كان معاهم. أيوة. هو كمان جاب طريقته، لكن انضم لي. انضم ليكم. زي أنا انضم. أيوة. في. أيوة. ف يبدو انكم بقيتوا مهندسين من اللحظه دي، بدأتوا تفكروا مع بعض، لانه خليفه خريج هندسه وانت خريج هندسه. ايوه. ف يعني اللقاءات دي اللي كانت تتم يعني حوارات السودانيين. ايوه. علمتنا الكثير، مناقشات واسميه في المحطه الوسطى. وبالليل في ميدان عبد المنعم اللي بعدين سموه انه نادي الاسره ولا. ايوه. ايوه. ومنها قالوا لنا خلاص حتقوموا للقاهرة، وجانا المنادي الإسماعيل. إسماعيل. إسماعيل أبو دراع كان. اللقب. أيوة اللقب أبو دراع يعني. أيوة. قالوا له أنت مسؤول منهم لغاية القاهرة. ركبنا القطر. كان أكبر منكم سناً. أيوة. وعياً. أيوة. هل قبل كده كان مشى في الرحلة دي؟ ها؟ كان مشى قبل كده في الرحلة؟ أيوة. إسماعيل. هو مشى وجاي. أيوة. من القاهرة أصلا. جاي من القاهرة. جاي من القاهرة. أيوة. هو ومن القيادات بتاع الحركة بتاعت فرع القاهرة. هو. فرع القاهرة. ما تنبهت بالملاحظة. أيوة. فتحركت لحلفة. أيوة. بالقطر، ومن حلفة لأسوان بالباخرة النيلية. أيوة. ومن أسوان قطر لغاية القاهرة، نزلنا في باب الحديد ودانا في فندق. أيوة. جنب السكة. وصلت القاهرة. أيوة خلاص. طيب بوصولك للقاهرة أنا هحاول يعني أرجع الصورة للمشهد للمتابعين وليبحث عن المرحلة دي. طلعت من إريتريا، وصلت كسلة، من كسلة جيت القضارف، من القضارف لقيت زملائك الطلاب ذكرت منهم أسماء، إلى أن وصلت للخرطوم وجدت الجالية الإريترية بكل حاضنتها، بدليل أنه اللي دليلك من القضارف للخرطوم كانت امرأة وقدمتك للجالية، والجالية احتضنتك وعشت التجربة بتاعت 64 أكتوبر، واستفدت منها في وعيك السياسي، والآن قابلت لأول مرة كمية من الطلاب الإريتريين تعدادهم قريب ال 30 طالب، وتحركت مع بعض في فوج سياسي يقود شخص يعني ناضج سياسيا، ووصلكم إلى القاهرة. صحيح. أسعد الله صباحكم ومساءكم أينما كنتم، ونواصل مع الأستاذ إبراهيم في حلقات قادمة، ولكم الشكر. آخر حاجة عملناها كان في اجتماع جاه أحمد سعيد ناوت في المعادي، لما حولت الجبهة كان مرحوم إبراهيم منتاي
قيادة المجلس الأعلى كانت في هذه المرحلة موجودة هناك. أيوة، إدريس محمد آدم الله يرحمه موجود هناك. المؤتمر التأسيسي انعقد في دمشق.